للتخسيس وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى. تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية. كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة. ربي يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن إزاي نفرق بين سرطان القولون لا قدر الله وبين القولون العصبي، تمام؟ وهنتكلم بالتفصيل يعني من كل النواحي إن شاء الله زي ما احنا متعودين في كل فيديوهاتنا وبشكل سريع ومبسط. أول حاجة هنتعرف على سرطان القولون والقولون العصبي. سرطان القولون هو نوع من الأورام الغير حميدة اللي بتبدأ في الجزء الأخير من الجهاز الهضمي. ممكن الأمر يستغرق سنوات عديدة لتطور البوليبات. البوليبات دي الخلايا الغير طبيعية في سرطان القولون، تمام؟ أيضا يمكن علاج سرطان القولون بنجاح لو تم اكتشافه في المراحل المبكرة. طيب ده بالنسبة لسرطان القولون. بالنسبة للقولون العصبي، القولون العصبي أو بيسمى أحيانا القولون العصابي هو اضطراب في الجهاز الهضمي بيأثر على حركة القولون، يتميز بألم البطن المزمن والتغيرات في الأنماط البرازية ما بين إمساك وإسهال، تمام؟ وعلى الرغم من أنه ممكن يكون مؤلم إلا أن القولون العصبي لا يتطور إلى أمراض خطيرة مثل سرطان القولون، يعني فيما بعد صعب أو يمكن لا يتطور نهائيا، يعني ما فيش حالات من القولون العصبي تطورت إلى سرطان قولون، تمام؟ طب إيه الأعراض؟ أعراض سرطان القولون بتكون عبارة في تغيير في أنماط البراز زي الإمساك أو الإسهال أو البراز الدموي. قد يتضمن أيضا المريض الشعور بالتعب والضعف، فقدان الوزن الغير مبرر، ألم أو تقلصات في البطن. طيب أعراض القولون العصبي تشمل الأعراض الشائعة ألم البطن، أيضا الانتفاخ والغازات واللي هي حاجة شائعة جدا عند مرضى القولون العصبي، تمام؟ وأيضا تناوب الإمساك والإسهال، مرة إمساك ومرة إسهال. أيضا قد يشعر المريض في القولون العصبي يعني إيه، بأن الأعراض خفت بعد ما بيخش الحمام أو بعد عملية البراز، تمام؟ أيضا التغييرات في الأنماط الغذائية يعني حاجة مهمة جدا، وممكن الأعراض تستمر. أحيانا بتيجي النوبات ممكن تفضل شهر واثنين عند المريض، وممكن تفضل أسبوع وتروح، بتختلف من شخص لآخر. طب أسباب سرطان القولون، وبعد كده هنروح لأسباب القولون العصبي. التغيرات الجينية غير الطبيعية في خلايا القولون بتخليها تنمو بشكل غير طبيعي وتحولها لأورام. أيضا التعرض للعوامل البيئية والأسلوب الحياتي، زي أن أنت بتعرض لتدخين مكثف. التدخين مش هو السبب، بس هو بيساعد على حدوث سرطان القولون لو عندك قابلية لحدوثه، تمام؟ أيضا النظام الغذائي الغني بالدهون وتناول الكحول أيضا هي عوامل قوية ومساعدة في حدوث مرض السرطان. وفي أيضا بعض العوامل الوراثية اللي بتساعد أنك أنت ممكن يكون الخلايا فيها سهولة التحول من خلايا سليمة إلى خلايا غير سليمة، تمام؟ أيضا طيب هنروح لأسباب القولون العصبي. القولون العصبي بيحدث عندما تتعطل عملية التواصل بين الأمعاء والدماغ. العوامل النفسية زي القلق والتوتر ليها دور مهم. أيضا يمكن أن يتأثر القولون العصبي بتغييرات في البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ولذلك بقول دايما يا جماعة معظم أمراض الجسم ونقص الفيتامينز، تمام، بيكون بسبب مشاكل في توازن البكتيريا النافعة في القولون. بعض البنات اللي عندها تساقط شعر، اللي عندها مشاكل في الجلد، اللي عندها البشرة مش عارف إيه، تفضل تعالج في الشعر وفي الجلد وفي الأظافر وحاجات زي كده، وتنسى خالص او تسيب خالص موضوع موضوع اللي هو البكتيريا النافعه في القولون، تمام؟ البكتيريا النافعه في القولون مهمه جدا جدا لنقص فيتامينات كتير في الجسم زي فيتامين دي، زي فيتامين بي 12. نقص المعادن دي هي اللي بيعمل مشاكل الشعر والبشره، وبيعمل مشاكل ايضا في معظم الجسم. وبنصح هنا بالصمغ العربي الهشاب، مفيد جدا لكل امراض القولون. يمكن 90% من امراض القولون بيعالجها الصمغ العربي الهشاب، وتمام. وانا يعني بمناسبه الموضوع ده بنصحكم بنوع مهم جدا اللي هو نوع ناتوريا. شركه ناتوريا بتطلع منتج عالي الجوده والله من الصمغ العربي الهشاب، جودته درجه النقاء بتاعته بتعدي 98% وسعره في متناول الايد. ونرجع
مرحله التشخيص بالنسبه لسرطان القولون وبالنسبه للقولون العصبي. اول حاجه هنبدا في التشخيص بتشخيص سرطان القولون. بيتم تشخيص سرطان القولون عاده بواسطه الفحص الفني او الفحص الرقمي للمستقيم، تمام؟ الفحص بالمنظار السفلي واختبار الدم الخفي في البراز، كل دي عوامل بتسهل او بتساعد في تشخيص سرطان القولون، تمام؟ ايضا يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب، تمام؟ اللي هي الاشعه الرنين والاشعه المقطعيه، دي بتساعد ايضا في تشخيص سرطان القولون. طيب نروح بقى للتشخيص الاصعب اللي هو تشخيص القولون العصبي. ليه بقول تشخيص اصعب؟ لان دايما القولون العصبي بيتم تشخيصه باستبعاد الامراض الاخرى. يعني يروح الدكتور كده المريض، انت ما عندكش كذا، يعمل تحليل ما عندوش كذا، ما عندكش كذا، كل الامراض مش موجوده، يبقى ده قولون عصبي، تمام؟ لان ما فيش اعراض معينه بتاكد ان ده قولون عصبي. ايضا يمكن استخدام اختبارات زي تقييم الاعراض والتاريخ الطبي، اختبارات الدم، الاشعه السينيه، التصوير بالرنين المغناطيسي، كل ده بيستبعد الامراض الاخرى، يعني مش بيشخص قولون عصبي، تمام؟ ولكن استبعاد الامراض الاخرى هو تاكيد لوجود القولون العصبي. طيب العلاج، علاج سرطان القولون. العلاج بيعتمد على مرحلة السرطان، وممكن الموضوع يشمل الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج بالإشعاع. بعض الأمراض البوليبية ممكن يتم إزالتها خلال الكولونسكوبيا، تمام؟ الكولونسكوبيا دي نظام كده بيساعد في يعني إيه بنسميه علاج سلوكي، أو بيساعد في علاج سرطان القولون، تمام؟ بالنسبة لعلاج القولون العصبي، العلاج يمكن أن يشمل تغييرات في النظام الغذائي والنمط الحياتي، زي زيادة الألياف الغذائية، وزي ما قلنا السبع عرب الهشاف فيه يا جماعة يحتوي على 85% من مكوناته ألياف زائبة، ألياف زائبة، يعني حاجة ممتازة جدا للقولون حتى القولون العصبي. أيضا الحفاظ على النشاط البدني. قد يشمل العلاج أيضا الأدوية لتخفيف الأعراض والعلاج السلوكي المعرفي لتخفيف الضغط والتوتر. طيب لو عايز انا اقي نفسي من حدوث السرطان او حدوث القولون العصبي، نبدا به مرض السرطان، يمكن تقليل خطر الاصابه بسرطان القولون من خلال حميه غنيه بالالياف وقليله الدهون، وايضا ممارسه الرياضه يا جماعه مهمه جدا جدا، تمام؟ ايضا الكشف المبكر عن سرطان القولون من خلال الفحوصات اللي قلنا عليها، زي فحوصات الكشف المنتظمه اللي قلنا زي ايه الكولونسكوبيا، تمام؟ طيب بعد كده الوقاية من القولون العصبي، طبعا زي ما قلنا حمية غذائية صحية مع ممارسة الرياضة بتساعد في تحسين الأعراض، تمام؟ يمكن تخفيف التوتر والقلق. القلق والتوتر هم أساس مشاكل اللي بتزود النوبات اللي بتحصل لمرضى القولون العصبي، تمام؟ زي ممكن نستعين يعني ايه بتقنيات زي الاسترخاء والتأمل واليوجا، الحاجات دي مهمة جدا جدا في علاج القولون العصبي، تمام؟ طيب تأثير ده على الحياة اليومية. بالنسبة لسرطان القولون، يمكن أن يؤدي سرطان القولون إلى فقدان الوزن والتعب وصعوبة في الهضم. قد يحتاج الأشخاص المصابون بسرطان القولون إلى تغييرات في النظام الغذائي والنمط الحياتي. أما بالنسبة للقولون العصبي، يمكن أن يؤدي القولون العصبي إلى تغييرات في النظام الغذائي والنمط الحياتي، مثل الحاجة إلى حمية غذائية خاصة أو تطبيق بعض أنواع الرجيم. أيضا القلق والتوتر والاضطرابات النفسية بتكون سبب أساسي في القولون العصبي، وسبب أساسي في الإحساس بالألم والانتفاخ والغازات. طيب بالنسبة للفحوصات الروتينية، فحوصات سرطان القولون بتعتمد على إيه؟ الفحوصات الروتينية قلنا عليها زي الكولونسكوبيا، تمام؟ دي كمان بتساعد في حاجة مهمة جدا، إنك بتساعدك في تشخيص المرض في مراحل الأولى أو حتى في بداية حدوث المرض، تمام؟ ايضا الاختبارات الوراثيه ممكن تكون مفيده جدا للاشخاص اللي عندهم يعني تاريخ عائلي بسرطان القولون. لو في حد في العيله او اكتر من حد، يفضل ان انت تكشف باستمرار عن سرطان القولون، وتخلي بالك دايما الفحوصات المستمره يا جماعه والله العظيم مهمه جدا جدا جدا، تمام؟ طب بالنسبه للقولون العصبي، ما فيش اختبارات طبيه محدده ممكن نستخدمها لتشخيص القولون العصبي، ولكن الأطباء بيعتمدوا على تقييم الأعراض واستبعاد زي ما قلنا الأمراض الأخرى. أيضا بيكون كعامل مساعد فحوصات الدم والأشعة السينية بتكون مفيدة في التشخيص. وفي نهاية الفيديو عايز أعيد كلام وأقول، ما ننساش أن الصمام العربي الهشاب هو أفضل بروبيوتيك وأحلى غذاء للبروبيوتيك،
وافضل علاج طبيعي لمعظم امراض القولون، بس ضروري يكون هشاب. لو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ودعمني انك تضغط لايك للفيديو. يلا اضغط دلوقتي لايك. تمام، احبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.